يا باسط سمع المجانين في التسجيلات، قول لهم اللي احنا سابقينكو من 10 سنين فات. روح الاسم ديقة والحقيقة هم حابين الحكاية. العيال عايزين يتحبسوا علشان يعملوا شو ودعاية. بعضوا قلب الابيض يابا على المرار الطافح الشمال صباح حواية. انا عايز اشوف الناس عبواري يا ابن عم، مش عايزين حاجة بعد اسكتوا. يبقى عين نونو لسه بس نفسه يعمل صيت. يعمل حكاية وألف قصة، الحبس عنده شي بسيط، شايف مستقبله فمزعبل، قال يعني بروح أمه مسافر على الكويت. لوم على اللي ساب الحبل سايب، اللي طلع ابنه خايف، اصل قلة التربية كل يوم بتجيب مصايب، واللي ما ترباش في بيته تبقى خايب لو مشيته، اصل يوم ما تكون في ضيقة ادي دقني لو ادي دقني لو. يكمل ولا ايه؟ روح ابو انس. انت ولا جامد ولا نيلة، مالكش عزة داري خبتك التقيلة، ولا ليك عزة ولا ليك قيمة، الفرق بيني وبينك زي ابراهيم الابيض وشيبة. عايز اشوف ابو انس رجالة بعد اذنكم. هو ولا جامد ولا نيلة، مالكش عزة داري خبتك التقيلة، ولا ليك عزة ولا ليك قيمة، الفرق بيني وبينك زي ابراهيم الابيض وشيبة. عصفور الحظ عامل ليالي الحظ. بكلم الشباب اللي من دوري، لو قلت منك لله اللي ما ترفع ايدك لفوق تعمل كده. تسجيلات الاصيل باسط مصر حرب النفسيه دي.